ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاح. عاش يا بابا. ولا اول حاجه دلوقتي دخلتك كان هنا من شويه بيقول النتيجه طلعت. اما طلعت كان انت عملت ايه؟ الحمد لله نجحت الحمد لله. ايوه يعني جبت كام؟ جبت كام انت؟ ايوه ماما جاي. ولا جبت كام؟ 60%. يا فاشل. شريف الشريف، آسف دكتور شريف الشريف، واحد من أنبغ دكاترة مصر، خلص الكلية في رقم قياسي، سنتين في سنة أولى، ثلاث سنين في سنة تانية، إنما سنة ثالثة بقى مش محتاج أحكي لكم عنها. قعد سنتين في سنة رابعة، وثلاث سنين في سنة خمسة، وسنة ستة كانت إنجاز في سنة واحدة، والحمد لله اتخرج وبقى دكتور امتياز قد الدنيا. مثله الأعلى، ربيع. ربيع حاف كده؟ عمال تقول لي التالتة عملت فيه ايه وعمل ايه في سنة خمسة وانا قاعد ساكت لك. انما لا، اسمه الاستاذ دكتور ربيع. وكفاية رغي بقى، سيبنا نكمل الفيديو. الله يا الله. 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 ازيكم يا دكاترة؟ النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نقدر نتعامل مع حالة بلانت تروما في الاستقبال. هدفنا في البرايمري سيرفي هو ان احنا نIdentify Life Threatening Condition في 15 ل 30 ثانية ماكسيمم ونبدأ نعالج المشكلة. البرايمري سيرفي بيتكون من خمس خطوات بنمشيهم بالترتيب A, B, C, D, E. A, Airway, B, Breathing, C, Circulation, D, Disability, and E, Exposure. أول خطوة عندنا الـ Airway. الـ First priority عندنا is to maintain patent airway. هنتشك إذا كان الـ Airway بتاعنا open ولا لأ. أسهل طريقة إن احنا نسأل عيان اسمك إيه. لو رد بصوت واضح دون أي مشاكل يبقى الـ Airway بتاعنا patent وهنتنقل للخطوة التانية Before Breathing. لو العيان معرفش يرد بصوت واضح أو حسيت إن في أي مشكلة يبقى هنفتح بوق العيان ونشوف إيه سبب الأوبستراكشن. هل في Foreign Body؟ هل في Secretion؟ هل في Facial Fractures؟ هل في أي تراكير أو Laryngeal Injury ولا لأ؟ بعد كده هنتعامل مع المشكلة سواء إن احنا نعمل له Suction لو في Secretion أو سواء إن احنا هنحتاج نعمل له نركب له Airway Device أو نعمل الـ Patient Intubation أو نعمل له Surgical Airway. كل ده على حسب الحالة بتاعتنا. ولو شكينا ان في cervical spinal injury هركب له cervical cut. بعد كده هنتنقل للخطوه اللي بعديها before breathing.
look, listen, and feel. هنسمع الـ bilateral breath sound وهنشوف الـ symmetrical chest rise وهنحس إذا كان في crepitus ولا لأ. لو لقينا كله تمام يبقى هتنقل الخطوة اللي بعديها C for circulation. لو لقينا في respiratory arrest والـ patient مش عارف في breathe يبقى هنركب له bag mask valve اللي هو الـ ambo bag وهنجهز الـ patient للـ intubation. لو لقينا في unilateral chest rise consider it tension pneumothorax still proved otherwise وهنحتاج نعمل له rapid needle decompression في الـ second intercostal space. بعد كده هتنقل الخطوة اللي بعديها C for circulation. في C for circulation هتشيك البلسيشن، في نفس الوقت هيكون حد معايا بيقيس البلد بريشر. بعد كده هنإيفالويت لو في عندي أي evidence of external bleeding. هنركب للبيشنت 2 wide bore cannula. دلوقتي البيشنت عنده veins بس كمان شوية ممكن ما يكونش عنده. وهنسحب منه عين الدم عشان لو هنحتاج نحضر له دم أو نعمله تحاليل. لو لقيت أي external bleeding هنكمبرس على طول. بعد كده هتنقل الخطوة الرابعة. D for disability. هنإيفالويت البيشنت for traumatic brain injury and global dysfunction. هنطلب من العيان ان هو يحرك ايده ورجليه ونقيس الجلاسكو كوما سكيل بتاعه وبالاي تورش بتاعنا هنإيفالويت الاي بي اذا كانت reactive to light ولا لا. في حاجه مهمه جدا عايزين ناخد بالنا منها، لو البيشنت عنده evidence of head injury والبيشنت general condition is stable هنقدر نروح نعمل له سيتي برين، انما لو البيشنت general condition is not stable ما اقدرش اروح اعمل له سيتي برين، لازم استابلايز الجنرال كونديشن فيرست. بعد كده هنخش على اي فور اكسبوجر، هنكشف العيان ونشوف اذا كان عنده اي source of hidden injury او bleeding او deformity. بكده نكون خلصنا الخمس خطوات بتوع البرايمري سيرفي بالترتيب في من 15 ل 30 ثانيه وقدرنا نايدنتيفاي هي اللايف ثريتنينج كونديشن ونبدا في علاجها. يبقى تصم اب سريعا الايرواي، هنسال العيان اسمك ايه، لو رد عليا بصوت واضح هخش على بي فور بريثينج، هلوك اليسن اند فيل فور تشست موفمنت، لقيت كله تمام هخش على فيس على سي فور سيركيوليشن، هتشيك البلسيشن في نفس الوقت هيكون حد جنبي بيقيس البلد بريشر، لقيت كله كويس هخش على ديسابيلتي، هسال البيشنت قول حرك ايدك وحرك رجليك عارف يحركهم اتس اوكي. هنعمل اي فور اكسبوجر، هنكشف العيان لقينا مفيش اي سورس اوف هيدن انجري او اي سورس اوف هيدن بلينج اتس اوكي. كده خلصنا البرايمري سيرفي بتاعنا في من 15 ل 30 ثانيه ماكسيمم. اتمنى ان احنا النهارده نكون عرفنا نتعلم مع بعض ازاي نقدر نايدنتيفاي لايف ثريتنينج كونديشن بالبرايمري سيرفي في 15 ل 30 ثانيه ماكسيمم. شفنا ازاي شريف يتعامل مع الحالة بطريقة خاطئة، بعد كده دكاتره طب عين شمس علمتنا ازاي نقدر نتعامل مع الحاله بطريقه علميه صحيحه. دلوقتي بقى هنستضيف دكتور محمد الشناوي استاذ. انا اسمي محمد الشناوي، انا استاذ جراحه في كليه الطب جامعه عين شمس ومستشار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي للاتفاقيات والعلاقات الدوليه في البحث العلمي، الى جانب ان انا باحث في عده مشاريع منهم مشروع الانجري بريفنشن. انا الريجنال لي ترينر للانجري بريفنشن بروجرام ما بين جامعه عين شمس وجامعه ماريلاند. بدات ازاي وامتى؟ انا خريج، انا دفعه 97، خدت النيابه بتاعتي، خدت الماجستير والدكتوراه بتوعي سنه 2005. كنت مدرس وكنت مسؤول عن الحوادث في عين شمس تخصصي، وكان ابتدى البروجكت بتاع الانجري بريفنشن. اتس ا لونج ستوري بس اقدر اقول لك ان انا اتقابلت مع اترشحت ان انا احضر البروجكت ده واحضر كورس اللي هو ستابس كورس، وبعد كده سافرت امريكا اي جوين ذيس كورس كده بقيت الترينر بتاعه، وفي نفس الوقت اتعرفت على تيم اللي شغال في البريست كانسر اند اي جوين ذيس، ومن ساعتها بقالي اكتر من 12 سنه شغال في الريسيرش بلس ان انا بروفيسور في سيرجري اند دو ماي ريسيرش، والكارير بتاعي والشغل بتاعي. طبعا البحث العلمي حاليا في النقطه اللي انا فيها دلوقتي غير البحث العلمي من 10 سنين او من 12 سنه غير من 20 سنه. طبعا في لازم ما ننكرش ان احنا بنتحسن، ولكن بخطوات احنا عايزينها اكتر من كده.
اهم حاجه عندي دلوقتي ان الشباب الصغير ابتدى يعرف اكتر عن البحث العلمي. احنا واحنا شباب او احنا واحنا طلبه كناش نسمع قوي عن البحث العلمي، لا كناش انفولفد، ما كانش نسبه كبيره. كان في ناس طبعا عارفه عن البحث العلمي، ولكن النسبه اعتقد حاليا النسبه اكتر. في النشر الدولي الريكوردز بتقول مصر حاليا رقم 37 على مستوى العالم، وفي بارت سام ريكوردز نمبر 35 على مستوى العالم. ده معناه ان انا نسبه الابحاث والنشر اللي موجود من مصر بيزيد. عايز اهتم اكتر من البحث وعدد الابحاث ان انا ابتدي اخش على الكواليتي اللي بتنشر، واهم من كده ان انا ابتدي اشوف الناشونال برايورتيز بتاعتي ايه وابتدي اركز عليها، واكتر كمان اهتم الريسيرش اللي بيطلع من عندي ازاي الامباكت بتاعه بيبان على المجتمع بتاعي. كواليتي وكوانتيتي الاثنين لازم اشتغل في التراك، ولكن طبعا الكواليتي بتاعتي فيري امبورتنت. مش معنى ان انا انشر 100 بحث في مجلات غير معترف بيها، ده مش لازم برضو اهتم بالكواليتي بتاعتي، وفي نفس الوقت لازم ازود العدد، بس الكواليتي طبعا comes first. This is from my small point of view. Honesty, scientific integrity، يبقى عارف ان هو بيعمل حاجه بيغير، وان هو الستبس بتاعته الصغيره دي واللي تو لارجر ستبس. الايمان باللي هو بيعمله مش كلام نظري، ولكن في نفس الوقت انا عارف ان هو بيعاني من فاينانشال بروبلمز ودي لازم تتحل، والدوله لازم يبقى لها دور في هذا الحل. مش هقول لك انك انت تشتغل ريسيرشرز في المحراب، ما انت هتاكل وتشرب، وانا مقدر ده كده. فلازم نبتدي نفكر ازاي ان انا اوفر له حياه كريمه، وفي نفس الوقت ان هو يبتدي ينجز. الرساله اللي هقدر اقولها له: try your best. scientific integrity is very important. خليك مؤمن باللي انت بتعمله، ولكن في نفس الوقت مش كل حاجه مرميه عليك، لازم تلاقي support و choose your mentor.